ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. إن شاء الله تعالى ترسق وحان قبل الله إن آيات السديت هي السقال إلى آيات بقول السديت وسورة هود. نبي الله هود قوم في مركي الله دي وانو ينبدن بوقيست وحريا قوم تلك يو أرأيتم بل ورمى إن كنت هدانه على بينة حجة عبد الشيط هدانه ووحنا شيئا ومن ربي كاهاتي ورزقني وإذا أرزاقي منه اللي حقي سرزقا حسنا والرسول إيا النبي قال لي وما أريد من الدونيه أن أخالفكم إن إذين تبمر إلى ما نهاكم وعن لك نهيين وعن لك الربيون داية إذن لا ياهي أن مر إيماني إن أريد من الدونيه إلا الإصلاح وهو ناجين وما استطعت إن تنكره وما توفيقي وافجن تيدن معها إلا بالله ألا قدرتي سيما ملكي سموياني عليه توكلت الله وأنت على سارتي وإليه أنيب الله لنقني ويا قوم تلك يوم لا يجرمنكم يون إذين كسب إذين شقين إذين سوشيد شقاقي خلاف خيق ينعاد نعبتهين أن يصيبكم إنو إذن أصيبوا يين إذين سوشيد مثل ما شيء أوكلا أصاب أصيبين قوم نوح أصيبي أو قوم هود أصيبي أو قوم صالح أصيبي وما قوم لوط لوطكم في سينا منكم حق النبي بعيد كوكفوا مع زمان يا مكان ثاني زمان أهان يا مكان أهان مدن إذن مفقه أو مكان الشام بعد إشلته زمن نوادو بيها مركب حليه هاي جرم يعني يين إذن دباجين بيكاد يقتل لا يكسبنكم لا يجرمنكم يين إذن كسبينو إذن سوتشيدين أو إذن غلافن إن إذن خلاف أنا قاعد خلاف سنتين ينعاد النعبتين إن قوم كهرو ولا هلاقي لباتها كل عدا إن إذن كل عدا خلاف كي يريدين توشيدين ينعاد النعبتين قوم النوح يكون عيوان لغة غرقي قوم هود يكون عيوان لغة صيحة قوم صالح صيحية هجبة شو قدر ثمي خير لود ما بفقة مر لو بيقى هاي زمنها وإذن كل ويهين وادو بيقى هاي مكانها نوابكم الشام بإذن الدقينه ويا قوم تلك يوم لا يجرمنكم يين إذين سوشيد إذين كسب شقاقي خلاف خير ينعاد نعبتهين أن يصيبكم إنو إذن أصيبيون نعيب نعيب كيب إذين كسب مثل ما شيء أوكل إذن أصيب أصاب أصيبي قوم نوح نحقهم كيكي أصيبي أو قوم هود أصيبي أو قوم صالح أصيبي وما قوم لوط لوط قوم كيسي ماءها ببعيد كوكب من كحقين زمان هاني مكان هانسون وثاقوا هاي أرنج مقات واستغفروا ربكم ربي إن كغفران دلبا وحدن بها الدكورة وإذا كان لعي ثم توبوا وطوبة كان إليه إلى الله وطوبة كان الدنب قد لما نسكى إلى لي إن ربي ربي فحيم كان حريص تبدن ويودود أو تعال مؤمنين طاعدوا ألا تعليها سبحانه وتعالى من أسمائه ودود باكمده ودود للمؤمنين خيرك ألا جعليها سبحانه وتعالى شركا ما تعالى مركا ألا كغفران دلبا ألا أطوبة كينا ألا سبحانه وتعالى بلن وحاء إنو إذين حريسانو خيرك إذن لجعليها إذن كنت على أنا يوم تاساه بالاول واستغفروا ربكم ربكين كغفران دلبا وحوي الدنبك الدودي سو حوي وغفران كدوك لما لا تختركو مركا قفك الدنبك السقال ولو كان الشرك بها هذا دخترك اللي جينا يا اللي قد وين يا اللي وير بدينا يا واستغفاري توبة كان خلاص وأنا واحد بيربى وحوي كوكو قادم ما يسلب كوكو قادم ما يسأل استغفر الله العظيم إلهي هو فوت توبة كان وما واحد يروح لبيا أنت أسأل الله كوكو جعلنا يا توبة واستغفروا ربكم ربك إن كغفران ذلبا إن جنبي هو رأي إن خلاصه ثم توبوا النقض إليه إلى الله النقض الدنب قد ذنبنا الله كما كان قال إن ربي ربك سبحانه وتعالى فحيمك الحريص ويودود أو تعلم المؤمنين قالوا وحيدين محيء الجواب يا شعيب شعيب ما نفقه فهم منه كثيرا إن بدنوا مما في تقول الله يظهر وإنا أنقنا لنراك وانك أرقنا فينا لحظة يدا مركا تشوفت ضعيفا تبردرنا إنا سي وضن طول هين من حب بدنا هين لولا ربك طلك هدان تشيري لهين جماعة هدان تشيري لهين لتجمناك وأكون رجمين لهين لقحنا كبودي لهين وعيبا كانت ذلك وما أنت أدقنا متد بعزيز من قال أمتد علينا هذا الشيء أنا لم أفعل عنه فلك هذا كبوت حقلين إن أيو الدين تيضر رعسانه من سلاس قيمة أولا متد ضعيف بانته وعمة تركت
وحنا سوبي سنة وحبا كان فهمينه بعث باكيري عذاب باكيري والد عقابي وحن ما بفهمينه وحكا لما يساوي معنا حان فهمي كرنو شيء عرفان اللوغة الشيكي يأدونك إيه وقال إيه بيرها يوحي اللوغة الشيكي يتبع ويفهمي لهم كوا قف كستو يعني جاهلان عدد السلاطه إنونا آخرين علمي الدين تالله الشيكي فهمين قالوا وحيدا يا شعيب شعيب ما نفقه فهم منه كثيرا انبضا ومما في تقوله أدلير هاي ما فهمينه وإن أنا قلنا لن نراك وانكو أرقنا هنا لحظة يد حالات هاي ضعيفا متبر درانئة وحبيش كما تركتك كيني قابات هاي أدوم باش كانت الدواقية ولو راه هدوك جماعة هدو هدينا كين تلقى لرجمناك النجاح من كور رجمنا لهي وكو الدين لهي أما لرجمناك وكو عاي لهي لبضى بويت هاي وما أنت أدقنا متد بعزيزي من قال أمتد علينا هذا الشيء إذن لم تعند قال وعلي يا قومي تلقى يو أرهد لي ما جماعة إذا تلقى يا أعز كقالسا وكحب بدن وكشرب بدن عليكم إذن كدشي نمر إلا إبا من الله الله واتخذتموه وحن أنقو أن الله محد كيالتين يا الله وراءكم دبار كينة قداشين الذهريين حق دبركم يا دطورتين إن ربي ربي سبحانه وتعالى بما تعملون واحد عمل فليسان محيد في كوبي وي وديوان قشن ياهي وحيري تلقي يا الله إذن كرقني من بدن دي معناها وحن أن شيء الله با إيسو دربي كاردين تاهي أنا وحن أنقو وطماءها الله با إيد دي بي وحي الله إيسو دي بي دبركات كتورتين marka allah iyo diintan aan wado ma tolkayba idin kala qiimo badan oo tolkayna way ugu tixgelinaysaa allah la ugu tixgelinaysaa idin ma qumana way sidaa inaad allah ugu tixgelisaan wada la dadti ugu tixgelisaan tol ugu tixgelinin ya wanaagsan qaal wuxuu yahay qoomi tolkayo arhadli ma jamaacada idin ma tolkayba aadu ka qiimo badan aleikum idinka dushiina markay leega yaani indigiina min allah allah ma tolkayba ka qiimo badan أو أنت تقول كي يقول تحجلي شيء بعيداً الله يقول تحجلينه واتخذتموه ضميرك الله وعلي يدين توعلي دين تي الله وحات كيالتين وراءكم قداشين أتكتورتين ذهرياً حق النبر نبر عبارة الله استعمالها وحقفكم مركو النعف يلا إلى النبر كتورة ونعيوين إن ربي رب جاي بما تعملون وحات عمل فليسان محيد كي كوبي ويو الله بعيد كعب المرين يوم ويا قوم تلك يوم وكسب ريمركا اعملوا عمل فلا على مكانتكم سفدا هذا كل شيء تانكو عمل فلا إني أنا أقول عاملوا هانكو عمل فلي على مكانتي سفدا أنا هاي أنا الدعوة ذا سانودي والدعوة ذا سانودي إذا كنت جديدة أهذا إذا كبارك الدنون مكان ذم مركع على صفتكم وهي إذا صورة قال كل شقيه وحكى الله قفسير الكلام ماشي نسكتشوا مركز كذا كلا كون أحسن يا قوم تلقوا اعملوا عمل فلا على مكانتكم سفدا هذا كل شيء تانكو عمل فلا وجديدة إني أنا أقول عامل وحنكو عمل فلي على مكانتي استفادة أيضا أو علمي فافنتي الدعوة ده سوف تعلمون مرضا بعد أغان دونتان من يأتيه قفك أو أيماده عذاب عذاب يخزيه جلية يومان حدو يسو كاذب بينالا إذنك أغان دون تدك عذاب جلية أيماده إنو أنيك يهينو إذنك يهي إذنك أغان دون بينالا هذا إذنك أغان دون أو بينالا محالوكو غران إقابت مركي دعلا بينالا هلا غران سوف تعلمون واد أغان دونتان من يأتيه قفك ضدك أويما دام قفك أويما عذاب العذاب يخزيه الدلية يوما حد بعد أقال دون تان هو يسوي كاذب بين الله وارتقب السجع كدر السجع واحد عذارة إني أنا أقول معكم إذا كم عين فطيب كدر السجع أنا هاي واحد عذارة أن كون هذا السجع والو كلا تجمعها حسيسي واللي شو كان كرواي تنازل بين السماء واي يسوون الدعوة دي كما تنازل كل النبي الله تعالى بس أقال في بعض السجع دولي وارتقب السجع إني أنا أقول معكم معين فقيب السجان أنا أقول الطيب هكذا السجان هاي ولما جاء مركو يمد أمرنا حكم كي يقضها يجي مركو يمد عقاب في تمد نجينا وأن نبدل إن شعيب النبي الله شعيب يو الذين كوا آمنوا مؤمنوا ومعه سجل لجري بالرحمة الرحمة بان كنا بدل إني بسبب الرحمة منا هات الإيمان كي بان وافج إني وأخذت وحى قبطي الذين كوا ظلموا ظلم سوى صيحة الدواق فأصبحوا حياء هذين جاسمين كوا قللن في ديار يقوليه يقول ما يتقللنا يقوليه سيدا أولا قللن وشلبها كورو تاقيا الله عليه سبحانه وتعالى قضاها يقول مركوية من أمر فيه وعلاق مركوية من واجبي خير شعيب نبي الله شعيب ذات في ديدي انتي فاعدي ومؤمنين تهويد نبات قلين ظالمين دينا وابلغو قيليه خلاص وابعض أول تعلم يغلو فيها يقول ويلغو ما يشاء إيمان نبي كردقينه ولما جاء أمرنا أمر كي يقول مركوية من
نجينا ونبت قلنا شعيب النبي الله شعيب يو الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي ومعه يسجل لشيني بالرحمة الرحمة بأن سبب سيد ما كنا بدقل من ناحقا يكاثا وحوافك إن إيمانك وأخذت الذين كوي وحاقبت الظلم ظلم سبي الصيحة لوا فأصبحوا وحي أهدين جاسمين كوقا لالان كوكسا في ديارهم بريهودا حوي مدق دقاق من لا حراك لهم لا سائل ولا مجيب وحد واقعي وحلي من لما كنان كالم يقنوا سيدي يقون أهاني فيها مقالة نحن ولي قد بأندك كالم يقونوا فيها ولي قد يقول مقالة أنا بكاتك يقول مقالة بددك بكاتك كالم يقنوا سيدي يقون أهاني ولي فيها ألا بعدا لمدين بعدا وهي فعلك بعيدة هذو النقطة بعيدة يبعد بعدا أما بعدا وهلاك بعدا هذو النقطة وفقان لبدا بمركب يطلق بيسان تهي ألا بعد السجان رحمة أي كف جهين يهلاك بأسجنا ذي لمدينة قبيلة مدين كما بعيدة سيدوها لكن توفقاتي ثمود سيدوها لكن من رحمة أوقفقاتي خلاص وين اسمال بين مرين وحوي ألا بعد السجان يهلاك بأسجنا ذي لمدينة في مدين كما بعيدة سيدوفقاتي ثمود حوي قصدي والراس بندقي حاصلكم في نقطة يعتك اللذيذ والرسوش الديدة وحق الديدة عقابة وديانة الله يقول ولقد أرسلنا وان دفعي موسى موسى بآياتنا آياتها يجب على الدفعي يو سلطان في جم مبين وعاد انقصرين إلى فرعون فرعون بان الدفعي يو مليه جماعة ديسي فاتبعوا حيث عن جماعاته أمر فرعون فرعون ما مل في سي أمر في سي جيث عين وما أمر فرعون فرعون أمر في سماها إيا ما مل في سي يتلديت برسيد متوصا معها الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى آيات بدن موسى وتبالمثل كوبية طبعاً وكله تقال كي آياته يو آياته كله معجزة يوتي فرعون بالادير وفرعون بوتجو وحيري نفي إله نماذج شاكتي أو بريج سكوس أو كري قبيل كيسي جميسيني بكوير ورحق بوضاعي أنا جا إرجع إجا تلقى هذا فرعون حال الله سوى كوا ذك تهي وادي هذا الله بدن بعد حضور المري وحياه بدن بيسوي ديان قصد واسوق قابن تهاي مل إيشي وحيكت لقاتهم فرعون نبي الله مسوي دينه فرعون أمر كيسنا وحلقوا يقانا أمر توصل معه قف كسوء جاهلة قف كسوء حق ديدا عدي فعذو كت لقاتها وددا فرعون بيمري فرعون بنغني جاهل كددك أطل يوم يشحن كوه قامي وفرعون وحوي إلى فراعين بدن باكتين ددك راعنا وفراعنا يريرون إلى فرعون ولقد أرسلنا وحاند في موسى موسى بآياتنا بانتفئي وسلطان بآياتنا بالله في وسلطان في جمبين العط إلى فرعون بانود في إنك هرير قبدي يوم له جماعة ديسي فاتبعوا ملئي أما جماعة ديسي قبدي وحي راعين أمر فرعون فرعون تلديسي بالراعين وما أمر فرعون فرعون تلديسنا ماها بشيد متوصل ماها يقدموا وهو قانن وهر مري وأصها من قومه تلك بأصها من يوم القيامة نار سكوه قامنين وحوي أدونكه جامين حق الشرك كوه جامين قيامه نيسجا هرك عذان فوردهم وحكو أرورين النار النار تكو أرورين وبيس وحاحن الورد أرار المورود فيه الجو أروري أرار الجو أروري كوه حلو النار تلسو أروري بل وعوي أمينه ويهرديه ويدبيه وهر مري وهو جامين ويكذب يعل والقذب كحي نار تبقي دلا بل كلو واسيد وهلا أدونكه الشرك وهو جامين بدأ مركي قال يني شجع كوه جامني نار سنصار سوكله وجوه جامني يقدم وكوه جامن وكوه مري أو أصها من قومه تلكي يوم القيامة قيامة يوم كيسة وحجاب كوه أروري فوردهم كوه أروريني النار نار كوه أروري وبيس وحاح الورد أراه ومسكي المورود إليه حق سلا أراري أرار حق سلا أراري بحون وأتبعوا حال الرعية فرعون يجمع عريسي في هذه الدنيا المركلة شجع لعنة لعنت بالرفاعي لعنت بالحري دوي او كود كنبن ويوم القيامتنا فحمد بالرفاعي لعنت بالرفاعي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قيامها لدون ادونكنا وحوي ويكو عذابين وحوي ارورتي يا قلبتي والله سو بندق كيف فرعون عذاب يعرضون قلبتي يا ارورتي قيامها مركي لتقنا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وحوي عذاب كل البالين قوم فرعون مصورين dadka wax sawiro oo sawirka qoray xawayaanka weyn yaa ugu cadu kulul baalay qiyaama marka la tago yidahayuna allah bay khalqigi si shabahan oo allah wixii uu abuuray bay waanu sameen yiraahdeen wa utbuu waxa la raaciyay
في هذه الدنيا ذان لعنة ولا راعي معناه وحوي ويكحر أنت يغيب الله سعطه ويوم القيامة إن اللعنة بل راعي بيس وحاح الرفت السين باح أما عطيه المرفوض للشتيين وحل إساسية بحاق وحن لعنة وحكا حني متشل لعنة وحوي النار بيكو قلي نيسا نار بي قلي نيسا وحل إساسية لعنة باق وحن ووحن المخصوص اللعنة وحوي اللي بيسي النعمة مخصوص بليه بيس وحاح الرفت عطيه المرفوض به والإساسيي ذلك نبي الله محمد بالغوير ذلك ورركا سورة أول لغا صعب الله إلى هل كان لغا سوغارو من أنباء القرى مقالوجيكي ورركو دي وي نقصه وان كو قصوني وكاغا شاكين عليك تشادان كاغا قصوني منها مقالوجيكا لغاقا قصوني وحاكم إذا قائم متاقن وأثر تيدي شوكتو إيو حسيد من لدبر شري أو بابا دون أثر تيدي شوكتو حسيد يعني بيرتا حسيد لو استعماله بيرتا واب محسودة والله شرا بيرتا والله شفا انت ما شاء الله قاتل الله شفا مد وي دبر غوداي دولك ما والله قادو في اثر تيدي مال من اثر تيدي با موقتا اما ها عمرات اما يعني عمرانه جات تيدي با مدنا موقدا بركه الله سبحانه وتعالى النبي يسو وكلي هي قيسوين كاس او دب اه يا لغا قسوداي نبي الله محمد وحا لوو قسوداي انو كو واي ارغنيما قاتو او دعوده او ادكايستو او ددكنا او سدا اوغو شيغو maadiga mustaqbalka la isku xidhay dadka hore markii laga soo taariifiyay idinkuna sidoo kale u diyaar garowba la leeyahay dibiya dheefba madba wixii aad keensataan dalika wararka faraha badan ee qisooyinkaasi minan baayil quraa magaalooyinka wararkoodi weeyaan naqsu waan kaaga qisoonay kaaga sheekeynay calay ka dushaada anagu ku ridayna qisada minha waan kaaga qisoonay minha magaalooyinka waxa ka mid ah qaaimun mid taagan oo ama macmuura ama raad leh oo asartaadi muuqato ومنها وحاكم إذا حسيد طل الدبر شريد وقمت اللوجو تون وحدة هذه كهل الله وحليه وما ظلمناهم ما ننظل من كواء نهلاقنا ولكن ظلموا ويظلم فلان أنفسهم نفطوا الظلميين يجا وحلوها لاقي يجا وحلوها لاقي اللي يمدوا ويظلم السمايين أنا أقول مركان هلاقي الله سبحانه وتعالى عدل بان كو قاضي دم بأين اللهين ومع عقاب بليها الله سبحانه وتعالى أدتك سجع الظالمين الله سبحانه وتعالى وعاده مركب مؤمنين تنا الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه بكل معاملة مشركين تي أدتك أيام درياش يعني بعدله بكل معاملة لكن مرنا ظلم مشرون الله وحده يوم ظلمناهم ما أننا ظلمين أدتك أنه هلاقني ولا قصة شيء كي عقاب حقوق اللي قد عليك ولكن يجع ظلم ظلم سمي ظلمي أنفسهم من الصداع عقابها أبو سبب أبي أدم بالليل فما أغنب كمديق عنهم حق وضع آلهتهم إلهي هودي التي إلهيه يدعون أي عابدين ومن دون الله الغير كأم الشيء شيء كمديق أغنت دم فعول كذوا من الشيء من توا زيادة فما أغنت كمكافين كمديق عنهم حق وضع آلهتهم إلهي هودي كوحدها التي إلهيه يدعون أي عابدين وبري كرير ومن دون الله الغير كأم الشيء شيء كمديق وحيوترين مكر إلهيه وحاول يجا لفتوذي بها واحتروا بها لما جاء أمرك ويمد بين إلهيه وحطر أمر ربك ربك أمرك في مرك ويمد ربك قضيه سي عقابك في مرك ويمد إلهيه وحمو مطر لما جاء أمر ربك وما زادوهم إلهيه وزياد وحي تران دائر غير التطبيب هلا غير هو غير وزياد تطبيب وطبع وهو يخساره إلهيه وحتر تران دائر ويخساريانه عابدي عابدي كيرين بعقاب كل نقطة وما زادوهم ضميرك زادو فاعلك إيه وحول نقول يا إلهيه كمفعولك هم هنا ومعبودين وما زادو إلهيه مزيادا هم معبودين ومزيادا غير تطبيب هوك غيك هلا غيك مزيادا وكذلك سدى سوء الله أقبطي كوا يأخذ ربك ربك أقب شديس أهاتي إذا أخذ مركو قبطه القرآن مقالوينك والحالية ظالمة ظالمة ذلك magalo yadadkeedu markay daalimoobaan sida uu qaryadaha laga soo sheekeyay u qabtay umbuu qabani way marka waxay qoradii quraysh tahay oo nabiga la joogtay yeytani hanjabaad ku tahay way sida kuwa hore loo qabtay baa idinkana idin qabo quraysh waa kii abaar lagu diray ay dhogorto cuneen oo baxtiga cuneen oo wax walba ay sameeyeen oo markii dambe nabiga ay yiraahdeen noo alla bari dhibaatada ku dhacday quraysh markii dambe waa kii badal ku dhacday gabigoodii laga adkaaday حكومته دي الأفغان بيي قال لقب صديون الله وحده كذلك سيدو الله قريضها هو رؤها لاجي
يأخذ ربك ربك قبل شديس أهاتي إذا أخذ القرى قريوي كمرك قبني ورهالي قريتنا ظالمة ذلمي لي أيتها يحق ديدتها الله سبحانه وتعالى إن أخذه قبل شديس أليم في حنون كل ويشديد أدق ودرون الله هو أليم وبمعنى مؤلم في حنون جسون إن أخذه اللقب الشديد وحلقة وغسن كرين أليم مؤلم تحن وجن ويشديد ولب أدق الله سبحانه وتعالى عقابته بركي بالمثل هذا نباته كغول لعظة وحاد حسو ستار نباته إن كبدا إن كده دي كيرت دعضة دي أباري دعضة وحكسي دارن باكري أغو بركي الله كحمد وين ها إله قبل الشديد سادون كور لما يشترين عقابته وحوغي وكبور في ذي والدقنين أدقى بخير كوتا والدقنين كوتا هاي عقاب كوين باشر طوال دبر قوين باشر طوال إن في ذلك قصة وحاكوسو غنفرها بدن ولقاق الشيكي لآية دليل لمن بيقوسو غنفرها خاف كبقيا عذاب الآخرة آخرة عذاب كيد وحوي قصو ينكا لقصو الشيكي يقري ذها لسوها لقاي قف كسو عذاب كبقيا آخرة رميسن يدليل فاي كجاهل كو وحبا أغين وحبا بقران ما هي وما ذا حكور مقادم حالة لهاوين لوان محالة لهاوين وذا الشيخ با وعلي ايو جاهل كو حليها وانيو نكاس مالو والبسيطان بو هذا لذا مع معانو الشيخ هو قدن لي ما يقال وحلو قد إن في ذلك أرنتا شيخ هذا وحاكو سوري قصة وحالة صور شيخ لا يتن دليل عبر قادة شو لمن حد خاف كبقي عذاب الآخرة آخرة عذاب كين ذلك يوم كاسي عذاب الآخرة هي يوم مالو وي مجموع لكل من له فيه يوم كده حديث الناس ضدك لكل من أما له لأجله ضدك الله صار كل من وذلك كاس يوم مالوي مشهود فيه جوب شو قلوا ذي الأولين والآخرين جني جينس ملاعبتي وحوي جينسي مرخاتي يلا قوم مرخاتك إيه ويحدهم بقى يسوي مني خلاص ومالي عدو اللي بتهاجن تاني وواحد قصوني شرين يوم طبلا سرايروي وواحد قصوني مشي ربالسا وأول اللي بوا الظاهر عد وحروح القرصين مشي مالتها وحاء أيام بدن وفق عمل في صالح النقضه واللي سرد وينيا وملائكته بشارين ذلك كاس يوم مالي وي مجموع لأرور له لأجله للحساب فيه وي أما له فيه دحديثا الناس ضدك لأرور وذلك كاس يوم مالي وي مشهود فيه اللوغو بشوق لي هاي خلق قوة باي سقوي من وما نؤخره يوم كان مد بدقين نجع الله إلا لأجل المدوم معدود فتن عند الله مدد أسود لي وي فرب بدن تاه وين يرثى إنك ينقب بدن تاه الله أتيت دي وامر بصمين وحوى كماه مالن تا قيامه مشهود كي خلق قردن إسو إيمان أيو مدد ترسن و الله ترسن بانو دي بدقين نبو ألا لي مركا عدنا الدلب كي لقصو ددجين ما يومكا ومن آخره مد بدقين يومكا إلا لأجل مدوم معبدود ترسن يوم مالن وي ياتي إيمان أيه أما يوم مالن ياتي ويماده آخرة داسي عذاب كاسي لا تكلموا هذا ليس نفس النفينا إلا بإذنه الله إنك يسمو يعني فمن مدد كمرك وحكمي الشقي أيام درني سعيد أيام بدني يا كمي ذا كقول لي شيء وكمي ذا إلا بإذن آية ذا كلو حاشرة وحوي يقول الله إذن به الله يا ليين آية ذا كلو حاشرة هذا البيت مية درسين وحبيس سؤال يا ليين آية ذا كلو حاشرة لا يذن الله لا إذن ما هي هذا الكلين ماشي أنا والله إذن بالي مرك وحلو قد شيء ذا قيامة ذا مواضع فربنا الله مواضع ذا قارب الله إذن هذا الك قارب وحوي الله إذنين قارب عدد كي يبوح يسوي دينيا قارب شيب الأهانة يا مواضع ذا بدن تاعي وحكلو الصورة قالا أون هاد لين إلا بين ما يوحون كل هاد لين هذا الواحد ترى يعني تروري وسكتشنا الله إذن طرف وسكتك دواقة كرا يوم مالن يأتي ويمد عذاب كاسي هذا يا ذا إن لك جويه وحجاجينه قوي مثير ومرك إذا قرآن كقرآنكم باصدا قرآن كلهم بدلي كرا يوم مالي يأتي ويماد آخره لا تكلم نفس يوم مشهود كاتي نفي هذا لما يسو إلا بإذن الله إذن كي سمويان فمن مدد كوا حاكم إذا شقي قف أيام درناء يو سعيد قف قول يستاء فأما الذين كوا شقوا أيام دروبي أيام درناء ياشا ففي النار بيكسوا قناني لهم وحاوسوا قناني فيها النار تنحدي ذا زفير وشهيق عدك الدمير كهيق هاقوي زفير هو عدك الدمير كمرك أصوص ساري شهيقنا ومرك الدبع علينا يطيقاق إليه وقيامها مرك عذاب كالأوهد سانسو كالأوهد عدك أسا أصبناني عدك الدمير كوكالي هيق هاق با أصبناني أما الذين كوا شقوا أيام درادي
ففي النار النار تفي هذا يكون سجنان يعني اللهم حاوسنا فيها النار تفي هذا زفير نفدو يوشهير كون كاف باو سجنات خالدين والكوار فيها النار تفي هذا نحن ما دامت السماوات والسماد انت دائمته يو الارض ارض انت دائمته الا ما شاء الله انت الله دون مويان ما دامت السماوات والارض وكلمه عربي هو عرفت استعماله يقيدون الشيء ويريدون الدوام بالليل شيء بيحكوا قيده يعني دائما من اوجه كده مركه ما دامت السماوات والارض واللغه العربيه ولغه كبح ما يون عرفت وحي له ما تعقبل الليل والنهار ولغه ساسه انتهبني مال الكراء اما ما غرت الحمام انت قول لي عيسو سيده سو كلام مركه واسيدو دوام بين اوجه كده ولغه ساسه نقم بليل وحكى له لو فسري ما دامت السماوات والارض والسماد ارض والسماد دلك وسمد الجنة هي أرضنا اللي نسموها لنا لقاهان وحكستوا حق سرتشنا وحكستوا حق وسرتشنا أرض علينا مركوا الجنة أنت الجنة أرضنا هذه السمد هذه شيران ويكون شيران هي النار أنت النار السمد هذه أرضنا هذه شيران إلا ما شاء ربك وحاله فسيري إلا ما شاء ربك ربك أنت دونه أين النار تكون شيرين وين تكون ريشين ولين لجلين وين أنت أكون شيران ويكون واريان لكن أنت الله دونه ويكون شو غير جبدي كشو غير كيادون كشو غير بركي قبرك كو جيرا قيامته انت تاغين الا ما شاء الله تفسير لو فسيره سلاسا اوغرا وليا وحي لهن الا ما شاء ربك وحويه وحويه واسكه القبسي بركه اسكه القبسي تعليق معها وحي كدغنت الا ما شاء ربك يعني اساسا ييليا هدي الله دونا او ان لا ييلي لهو بركا الله انو ندونين بابا لوغي هين ان كسبحين ادو سيده هره انو كدين خالدين فاوي كواريان ما دامت السماوات والسماد والارض انت دائما والسماد ارضضا هي السماد هي ارضضا جنات هي النار تقول الا ما شاء ربك ربك انت دونه انت اين ولي جلين مويان ان ربك ربك فعال كفلوي لما يريد وحدونه وحدونه وحاكمه دين النار تكوارا حدو دونه وكسو بحين كرا لكن كما سو بحينيا وحكلو لو فسر الا ما شاء ربك ذا شقي قاسا وحسو غليا مؤمنين تي عاصين تهيد بسو غليا شقي مؤمنين تعس مركز شقي دي مركز النار تلقو تور إلا ما شاء ربك ويكواريا أو كوي مؤمنين تابع لقصة صارية قال الله سال سكوت تفسيرية تفسير كهوران سك جدين وأما الذين كوي سعدوا هاي سعيد مجهول بالله جدين كوي هرم مسموها شقوا بالله سعدوا أيام ده هذا ما تكلم مسموها صلى الله سعدوا بي حوالي اللقاء ده مركز كهور الله وأما الذين كوي سعدوا أيام بدنا ذي مركز وأما الذين كوي سعدوا لجوليسيه يوني أما الذين كوي سعدوا أيام بدنادي ففي الجنة الجنة يكون سجنانا يعني خالدين حالي كوار فيها الجنة دحدين ما دامت السماوات والأرض سمد الأرض انت دائما والسماء الجنة وأرض الجنة انت دائما إلا ما شاء ربك ربك انت دومين كنت دينينو انت ولي قلين مويان عداء سين عداء وسي الله جنة عداء سين سنتاسو غير مجدود تقوي لقوي غير كذا يعني نعيم الجنة الله تنقدم أبد كذا وين ما يسمى عضاء سين ويا جنة غير مجدود تلقوي غير كذا ولقد وين ما يسمى يوم الدين والله سبحانه وتعالى